السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد الخطيب، صيدلي وباحث في علم التغذية العلاجية. هقول لك النهاردة على أقوى 2 ماسك لعلاج أي مشكلة متعلقة بالبشرة. ندخل على طول في الموضوع. أول نوع من أنواع الماسكات دي ماسك منقوع لبان الذكر. طب هو ليه أصلا أنا بقول لك على حاجات طبيعية وبعد أقول لك صيدلي ومش صيدلي؟ طب ما أقول لك خد الصنفرة دي ولا الكريم ده هيظبط لك الدنيا. ما هو عشان أنا صيدلي فأنا عارف أضرار الحاجات دي. الصنفرة والسكربات المقشرات والحاجات دي بتقتلك اهم حاجة موجودة على بشرتك. ربنا خلق لنا على بشرتنا ملايين من البكتيريا النافعة اللي بتعمل ايه؟ اللي بتدافع على جسمك وبتقف سلاح قصاد اي ميكروبات واي فيروسات تيجي تهاجم جلدك. يعني هي تقريبا الطبقة الدفاعية الاولى. اللي بيحصل اللي عايز اقوله ان من كتر الفرق في الصنفرة والغسول والمقشر والحاجات دي كلها بتقتل البكتيريا النافعة اللي بتبقى موجودة على بشرتك، ومع استخدامك للحاجات دي للأسف هتبقى معرض للإصابة بأمراض كتير جدا جدا. وايه تاني؟ والإصابة بالشيخوخة المبكرة، لانك البكتيريا دي برضو من فوائدها الحفاظ على نضارة ونعومة البشرة. فدايما انا بلجأ للحلول الطبيعية رقم 1، بعدها لو في حاجة آمنة هقولك عليها، غير كده لا، مش هقولك استخدم أي حاجة وخلاص. نرجع لموضوعنا، دي بس كانت نقطة مهمة جدا جدا عشان جات لي في أكتر من سؤال تحت، اللي هو أنت إزاي صيدلي وقاعد تقول لنا خدوا كذا واشربوا بالبان دكر ومنقوعه. فده كان الرد سريع. ونرجع لأول ماسك معانا، منقوع لبان الدكر. هعمله إزاي؟ هتجيب لبان دكر، هسيب لكم طبعا صورته علشان لو في بلاد تانية اسمه مختلف، ولو اسمه لبان دكر ياريت تكتب لي، لو اسمه اسمه مختلف ياريت تكتب لي في التعليقات تحت. هتجيب اللبان الدكر وتحطه في ازازة مية عادية، يفضل الازازة تكون ازاز مش بلاستيك، زجاج يعني، وتسيبها يوم او 2 لحد هتلاقي لون المية خد من لون لبان الدكر وبقى لونه مائل شوية الى الابيض، وتستخدم المنقوع ده، المية دي بحتة قطنة او حتة شاش او باي حاجة حتى بايدك، وتبدأ تستخدمها على بشرتك كل يوم، مرة الصبح مرة بالليل مرة في اليوم. جبار بمعنى الكلمة في كل العناصر الغذائية اللي البشرة محتاجاها، اللي أهمهم الكولاجين. الكولاجين هو إيه؟ هو بشرتك، هو غضاريفك، هو عظمك، هو ضوافرك. الكولاجين من أهم هو شعرك، من أهم العناصر الغذائية الموجودة عندنا. علشان كده لبان الذكر مش بس بيتحط كماسك، ده كمان بيتشرب، ممكن تشرب منه من المنقوع بتاعه كوباية كل يوم الصبح، رائع لكل حاجة، المشاكل المعدة والتقرحات والبشرة والشعر والعظم، من الحاجات الرائعة جدا جدا. المهم لو هتعمل ماسك هتستخدمه زي ما قلنا، يعني في الغالب المنقوع هيبقى لونه بالشكل ده، مش عارف هيظهر عندكم في الكاميرا ولا لا، عشان الكاميرا اللي عندي سيئة فمش عارف هيظهر ولا لا، هيبقى المنقوع، وتبدأ تاخد منه بقطنة وبأي حاجة زي ما قلنا، وتستخدمه وتسيبه قد ايه؟ سيبه زي ما انت عايز. هو لا يفضل يتغسل اصلا، يعني لو ازاج بعد فترة او حس ان انت متضايق منه ممكن تغسله بعد ساعة. استخدمه كل يوم واشرب، لو قادر تشرب اشرب من المنقوع ده مرة كل يوم، وشوف النتيجة بعد 10 او 15 او 20 يوم بس. تاني ماسك معانا من الحاجات الفظيعة، ماسك العسل، عسل الاسود مش عسل النحل، العسل الاسود وزيت جوز الهند. طبعا العسل الاسود اللي هو دبس السكر او عسل السكر، وزيت جوز الهند ده معروف، دور على اي شركة وهاته وخلطهم الاتنين على بعض. يعني هتحط مثلا كمية قد بعض، مثلا لو معلقة من ده معلقة من ده، الاتنين مع بعض بكمية متساوية، وتحطهم مع بعض وتبدأ تخلط فيهم بالشكل ده لحد ما يبقوا مزيج زي ما انتوا شايفين كده، تمام؟ بعدين تبدأ تستخدمه على بشرتك من الحاجات ده، هتشوف نتيجة فيه فورية. يعني لو عايز تفتيح فوري، لو عايز نضارة فورية، انا جربته. طبعا انا مش بعمل اي حاجة، مش بقول لكم على اي حاجة غير لما جربها على نفسي الاول، عامل لي نفسي فر تجارب علشانكم. فبصراحة من اول مرة بس من الحاجات الفظيعة جدا اللي هتلاحظ، فما بالك بقى لو يعني طب بطل بقى واستمرت عليه 20 يوم ولا 30 يوم. فهنبدأ نعملهم بالشكل ده. طيب اشمعنى يعني اشمعنى انا جبت العسل الاسود مع زيت جوز الهند؟ فيهم برضو كل العناصر الغذائية واكتر اللي محتاجاها البشرة، فيهم فيتامين A وفيتامين E، وفيهم زنك ومغنيسيوم وفوسفور وبوتاسيوم، خصوصا العسل الاسود ده رائع. بس زي ما انا برجح دايما هو رائع للماسك، ما لا يفضل يؤكل لان عسله زيادة قوي سكره،
سكره زياده بشكل كبير جدا. فيهم ايه تاني؟ فيهم فيتامين بي، فيهم فيتامين دي، فيهم فيتامين سي، في فوسفور وزنك وصوديوم. يعني رائع، احنا كده تقريبا يعني ما سبناش اي حاجه الجلد او البشره محتاجاها الا لما لقيناهم من الماسك ده. اعمله قد ايه؟ اعمله مره كل يوم، مره يوميا، هيبقى كافي جدا. ولو عندك اي مشكله عايز تنعم اي جزء في جسمك كله استخدمه برده، هتلاقيه رائع. بس ملاحظه، بعد ما تيجي تغسل وشك هتلاقي وشك بقى يعني مزيت شويه، لان طبعا زيت جوز الهند زيت. فهتعمل ايه؟ ما تجيش تغسل بالصابون عشان تضيع ده، يبقى ضيعنا اللي عملناه. ممنوع تغسل الصابون، مصيبه الصابون العادي ده على بشرتك. هنعمل ايه؟ هتنشف بس بمنديل او بفوطه، هتلاقي خلاص كل الحاجات دي راحت. انا جربت الكلام ده، هتلاقي بشرتك بقت نضره وفاتحه، واستفدت منها بشكل كبير جدا. لو استفدت من الفيديو، لو عندك ماسك فكرته طبيعيه وكويس جدا وجربته وجاب معاك نتيجه، يا ريت برده تكتب لي في التعليقات علشان نفيد الناس كلها، وانا نفسي اشوفه واستفاد. ولو لسه ما انضمتش لاسره فارماكولوجي وما عملتش اشتراك وتفعيل زر الجرس، انت خسران. يعني كل يوم بننزل حاجات، عسل ومربى وحاجات جميله جدا. فاتمنى تعمل اشتراك وتنضم لاسرتنا علشان نكبرها ونخليها عيله كبيره. اشوفكم على خير، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.